لما أنت تحس أن كل حياتك زينة زين، أو كل توقعاتك وتكون متفائل جدا يعني بالمستقبل بطريقة وردية وغير واقعية، من أول ما يحوشك تحدي حقيقي في الحياة، والحياة ما تخلى من التحديات، تنكسر إذا أنت يعني مو متهيئ له نفسيا ولا متهيئ له عمليا. يعني هذا يسبب لك مشكلة كبيرة، مع أنه هو تحدي عادي طبيعي يصير حق كل الناس،